الانترفيو. نحكيو موسيقى بعد شوية ونحكيو سيارات مع ضيفنا الثاني في ساعتنا الثالثة سي هشام عامر رئيس الجامعة التونسية للسيارات. لكن قبل نحكيو على الموسيقى وبالتحديد مع زوز من الموسيقيين اللي قاعدين ينجوا وينجوا مليح زادا يخدموا أفلام تتغا. ونحكي زاد على ضيفي الثاني اللي هو منظر اللي عرفته شخصيا في أيام قرطاج الموسيقية ديجا منظر فلاح. صحة شريف بك. مرحبا. صحة شريف بك. شكرا لك على قبول الدعوة. سيمن عمار مرحبا بك. صحة شريف. أهلا وسهلا. مرحبا. صباح صحة لباس. خير خبير الحمد لله. رمضان والموسيقى علاقة بها؟ صبا ونصور صور صبا. اي قبل شقال الفترة هكا عندنا وين نعديو الوقت اللي هي في البروفة. صحيت قاعدين في البروفة. نحكيو على الألبوم الأولاني بتاعك سليم عنقود زعرور. ايه علاش الاختيار متاع الاسم هذا؟ والله هو بون ألبوم سي لا كونتينويتي نتاع نتاع الفيلم اللي هو اسمه نرجع لك جو فيان دغلا با. خرج ياسين الرديسي. دونك عملنا لافونتور هذايا ديما 7 سنين انا وياسين. اي لو تيتر دو فيلم كيما الالبوم هذايا يزون تو لي دو ايتي انسبيري من غنايه نتاع السيد اللي عملنا عليه الفيلم اللي هو اسمه اوري تي بي. دونك اسمها جو غيف الغنايه وفما بارتي يقول جو غيف جو غيف جو فيان دغلا با. دونك هذايا اسم الفيلم. واحنا وفما بارتي يقول فيها عنا ابو زعرور مي احنا فيك عملنا انا البوم ما فهميش هو عنقود زعرور. صحيح يعني بيدي زعرور ما في ما يعني دوك احنا كي لمينا البوم عملنا برشا اغنيات هكاك اللي زاد ديبوسيري وحاطينهم وجود جور وباش يسمعوا موسيقى جديده ويعملوا عليها جو ان شاء الله. دونك اون كري ان كلك سورت عنقود زعرور. عنقود زعرور هو الفيلم اللي خرج عنده 7 اشهر في قاعات السينما. 7 جمعات في قاعات ان شاء الله ياخذ 17 ان شاء الله ياخذ اكثر. علاش الفيلم نرجع لك المخرج ياسين الرديسي الالبوم هذايا اللي هو انسبيري من الفيلم. وي اسكو تلقى صعوبه انك تنسبيري حاجه من فيلم او انه تكون اسهل لو كان عندك البوم يتباع الفيلم؟ انا نفسر لك. الاغنيات موجودين مي هو سي ان البوم دو ريبريز معناتها مي ريارانجي وفما دي كومبوزيسيون على خاطر فما اغنيات ما فيهمش فما كل كلام اكابيلا يغني من غير موسيقى وفما اغنيات الموسيقى تركبت من بعد على الصوت. داكور. دونك هي فريمون لقيناها في الارشيف معناتها وهذه تراث تونسي. يعني السيد اللي عملنا عليه الفيلم سي جويف تونيزيان كان يغني على حلق الواد ومعروف في حلق الواد. ما كانش كان يغني معناتها اللي يحب يعرف حكايته ويمشي يتفرج الفيلم. مي احنا البارتي الموسيقى معناتها اون ليزانفيت العباد باش يسمعوا الموسيقى بتتر نشرهم باش يتفرجوا في الفيلم ولا اللي يتفرجوا في الفيلم يجيو يكملوا لا كونتينيتي تاع الفيلم يسمعوا الموسيقى معنا. لي ريبريز اللي صاروا تاع اغنيه الفنان هذايا. اي طبعا هو طبعا فيت في الدوكيومونتير فما وقت يمشيو ياسين وسليم يلقاو دار اونري تي بي فيها برشا موسيقى وحاجات اخرين لازم تفرج فيلم باش تفهمها. تصور خاطر لي ارتست ملتي ديسيبلينير هو او قال لك تصور حبيت نحرق فيلم قال لك تصور ميسيز نقولوا عنده تصور مزيانين برشا على تونس. فوالا جاب موسيقى اكابيلا معناتها فيها صوت اونري تي بي غني معناتها صوت هكا هاو خدينا موسيقى هذيك اون لا ريارانجي باش تولي تنجم تتحط في كادر نتاع البوم وموسيقى تخرج في 2023 معناتها. انت الموزع نتاع الالبوم؟ انا الموزع نتاع الالبوم. التوزيع يختلف من مرسول مرسول هنا على انا اسس لعبت في التوزيع. هو الحقيقه خلقنا ان اونيفير اونيك للالبوم معناتها فمش معناتها فما ان سون اونيفورم في الالبوم الكل معناتها كيما انت تسمع توا فما خلاص مو شويه لو ستيل معناتها غدرت فوالا. من الغنية هذية هكذا بريكاريتي أول غنية تحضر من الألبوم وانتم أهو العبيد تسمعوها بعد شوية كاملة. دوك مشينا في جو أكوستيك يقرب شوية الميديتراني والموسيق أندلوز وفيه ديزانفلونس من كل موسيسان في الألبوم. أنا رانجور أما كل واحد عطا لتوش بتاعه معناتها دايوغ نجمو سامو لي موسيسان اللي سجلوا معانا. دوك معانا بليل منصور باتري شهيب عزيزي ساكسفون رافيل زغلامي باس ادم بصالح شكون؟ ما تنسى حد قلت لك ما تنسى حد سينو ما يجيوش نرجم ادم بصالح بيانو معنا عزيز بالهيلي بيركسيون. دونك هذوما لي موسيسيان اللي كانوا معنا في الالبوم هذوما شكونوا موجودين نهار الجمعه الجايه في اليفتي
Yes. Exactly. L'album en avant-première, il est à Oumara Bchesmo en live. Yes. Bchesmo tout court, man. Bien sûr, Bchesmo. Chom Hadrin, le public. Voilà. À part l'album, Fama Hajet, Moukoun Kharja à la musique, peut-être. Kharja à la musique. Non. Événement. Quel est l'album? On a quel instrument fait les plateformes? Quel instrument en direct, c'est ça? Exactement. Bon, live, dis-moi, Fama Sharm. Exactement. Fama Sharm a des arrangements. Bien sûr. Tu vois, Fama Sharm. Attends, quel album? Il y a 40 minutes. Le live, il y a ça. D'accord. Ou fait quoi le René? Fama des interactions avec le public. Les versions live, man, tu vas de l'alcool, non, man. Donc invitation à le public le marron musique en har je mangeais inchallah نجم تجي وتفرجوا في اليفتي بلاش تخو لا بلاش تخو مرحبا بكم الناس كل بلاش عملوا كيف كيف نكلموا اليفتي خويا كلموا اوكي هذا ماشي هذا موضوع اخر بيان سور اي فنان من حقه يكون عنده غير ربحيه زاد من الالبوم تاعو بعد خدمه ديال الكل واي نوت بيان سور اي معناتها تحب ولا تكره هذه معناتها في تونس الناس كل قاعده في اوتو برودكسيون تاعو بريسك دونك صرفنا برشا على الالبوم عاونونا وايلد تونز برودكسيون وان شاء الله نرجعوا حق الالبوم هذا هو يعطينا نرجعوا حق الالبوم به دونك باش يكون نهار 14 افريل فوالا الكونسير هذايا اليوم نحسوا اللي ثم فاغ تاع لي جون اللي قاعدين يخرجوا في البوماتهم نحكيو مثلا على راضي الشاويلي خرجوا الالبوم محمد علي شبيل هو محمد صالح خرجوا البوم انتوما خرجوا الالبوم نتاعكم تقييمك للفاغ هذايا وشنو اليوم شوف فما شو احنا مانيش قاعد نشوف فيها انا قاعد تجي من عند ديزارتيست لي جون ارتيست هذوما اللي قاعدين يرجوا اون فيت يذول لي فما بلوزيغ فاكتور منهم اهم حاجه اللي ولينا نجم نعملوهم ستوديو تاعو معناتها العباد ما عادش حاجتها باش تمشي للستوديو تصرف برشا فلوس ميم سي لو ستوديو ديما عنده البلوس تاعو طبعا اما توا برشا عباد ولات تعمل في اوتو برودكسيون وحدها ولا تعمل دي ماكيت وتولي الايكونوميز فلوس باش تمشي للستوديو تخلص اقل فلوس ذي يذول لي شجع برشا عباد وفي ميرا برشا عباد باش تهبط البومات معناتها في تونس ما تشدروا معلومات تظهر لي برشا عباد شفت في جي ام سي ديجا فما برشا برشا دي بروجي جدد انا اللي نعرفهم باش يهبطوا دي البوم فما نسرين جابر فما الولاد فما نضال يحيى برشا عباد قاعده تهبط في موزيكا وجون كوراج على الاخر وان شاء الله تولي في اليونيفرسيتي وتولي السين معناتها حيه معناتها yes, فهمت yes, باهي لينا احنا معناتها قالت لا كونكورونس هذيك كري دو لا فالور معناتها لكن ثم سوليداريتي ما بيناتكم اي لي سيسبيك اي لي كونكورونس ما هكا نطلعوا في النيفوات بعضنا معناتها ديفيرسيتي تنوع اي فوالا هو حاجه باهي اكسيلونت انا جو سي فير دابارتونير سيت فاغ معناتها ونقول لهم الكلهم يعطيهم الصحه معناتها برافو عليكم اما في الموسيقى كلهم صحاب اي سي فري تري بوديمي من الاخر معناتها ممكن خاطر في البدايات علي نعرفوا بعضنا على بعض لي اوني نو جينيراسيون نامنو بها الحكايه وفهمنا كيفاش تتبدل الامور اليوم لا برشا فنانين نعرفوهم اصدقاء والكل لما كي ندخلوا في الانتاج وندخلوا في الماكينه الفنيه يظهر لي تتبدل شويه الامور ما فهمتش ماكينه معنيش ماكينه فنيه عشان في تونس معنيش ماكينه فنيه احنا وكل ماكينه نتاع لا وان اسبير كو ماهيش باش تجي على خاطر سا كري معناتها اتموسفير ما تعجبنيش انا على الحقيقه فما بالحق نفرحوا كي انا بيرسونيلمون كي نمشي كونسيريت تاع عباد نعرفهم معناتها وراهم فاش قاعدين يديفلوبيو نكون فرحان لهم على الاخر من كل قلبي ونمشي افيك جرون بليزير ونبدا فرحان لهم على الاخر وابري تو لبلادنا معناتها الحاجه هذيا معناتها سي دي ميوزيسيان توانسه حاجه تشرفني ويشرفونا ما شنو هي الحاجه سبيسيال في الخدمه مع موندر الفلاح الكيف انا عرفت الكيف مع ياسين في الفيلم وفي الموسيقى الكيف مع موندر الفلاح سلام مشوز موندر على الاخر والله بالحق فما اون انرجي عند سليم ديما نقولها له فما انرجي سبيسيال برشا معناتها من ناحيه ما نعرفش نفسرها لك برجوليه انرجي وكهو طاقه معينه تبدا هكا فادت على روحك تبدا البروفه يا ولي انرجي اللي تخرج تبدل الامور كل لي ميوزيسيان الكل مع التوا حتى مثلا شهاب يلعب معايا يتبدل في البروفه رفيت كيف رفيت عملنا بعضنا دو تورني عملناه ولما كي تجيو في الكونتكست هذا تتبدل الحكايه كل عملنا برشا جو عملناه بكيف وجو معناتها الالبوم هذا شفنا عليه وانا نحب نشكره بيرسونيلمون هو صديقي على خاطر جو بروبوزي لو بروجي امن بيا وداز معايا على الاخر الور كو من الاول ما فما حتى شيء ما عطيتو حتى شيء باش يسمع ما عطيتو حتى شيء باش يشوف vraiment des sons اللي ما ديتهم له نتاع مخشخشين وكلام ما لقيناهش معناتها في البارولات بالحق اون افي اون انكيت باش لقينا باش كملت لي بارول دونك هو لا بارتيكولاريتي تاع الالبوم هذا اللي هو بالفرنسي مي يحكي على تونس
دونك هذه هي الاوريجيناليتي و سي ان البوم. تعرفش اختيار اللغه الفرنسيه؟ المغني اونري تيبي كان يغني بالفرنسي فما غنيت شويه بالعربي. جمله 10 قداش بالعربي؟ واحده غنيه بالعربي. انا واحده واحدة على عشرة. سبمال سي اوريجينال معناتها حتى بالفرنسي بوركوا با. اسكو انت تلقى سهولة انك تغني بالفرنسي اكثر من العربي او انه الالبوم حاتم عليك انك تغني بالفرنسي؟ لا انا ناوي باش نعملوا البوم بموزيكتي انا معناتها ان شاء الله على قريب من بعد البروجي هذا كان بالتونسي معناتها. Peut-être un dakhal chouya gnet anglais français je mélangerai un peu mais on va parler en arabe. Mais bien sûr. Henri Tibi, معناتها سي ان جويف تونسيان عاش في حلق الويد تحب ولا تاكل على ليبوك هذيك ليسكول تحكي بالفرنسي برشا معناتها. دونك هو يسي اكسبريمي ان فرونسي فما غنيه جات فيها دو كوبلي بالعربي غنيناهم كما هما بالعربي معناتها باقي كل امالي راهو حتى كي بالفرنسي يقول لك تونس معناتها ولا قولي تونس ما فيرت تونس ما شو يعني كلنا نحكي هو تونس. نحب نسمع صح حاجه من عندك بالعربي اذا كان عندك حاجه في مخك حاجه بالعربي نخرجك شويه لا 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 نحب نخلي سيربريز عاد برجوله مي نجم غني لك حاجه نجم تشدك معناتها اون يفا بور سا من الالبوم اي انا الجيتار ديجا موجود هنا في الاستوديو نوصف الوضعية للسادة المستمعين في كرايبهم منظر حتى الجيتار وسليم هو اللي باش يغني يلا مش بالعربي ما بالعربي مش بالعربي ما بالعربي يلا عندكم C'est le mois de juin Prends-moi par la main Conduis-moi jusqu'à ce train Ce petit train blanc qui va dans Dinan Sous le soleil éclatant Une fois installé, on peut contempler Tout en se laissant bercer Ce décor merveilleux avant d'arriver À la station rêvée la goulette À l'approche de l'été Vous qui d'amour êtes en quête Venez vous y installer Jolie fille, belle brunette Beau garçon au teint bronzé Vous donnez à la goulette Ses couleurs et sa gaieté Vous donnez à la goulette Ses couleurs et sa gaieté petit short, léger tricot bariolé tu transportes en toi fraîcheur et fierté et qu'importe, si bien d'autres t'ont aimé Tu m'as fait dans d'une risette, à la goulette cet été Tu m'as fait dans d'une risette, à la goulette cet été la goulette, quand vient la fin de l'été C'est trop bête, oui c'est bête Il va falloir se quitter Oh goulette, j'ai une dette Mais je pourrais m'en acquitter Car j'ai chanté à tu tête Tes merveilles et ta beauté Car j'ai chanté à tu tête Tes merveilles et ta beauté برافو 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 يعطيك الصحة دخلتي في الكونسير ديريكت انا مشيت نهار الجمعة انا ساي تصورك نسيت الفرنسية ولا ما سمعتك نسيت لا لونغ فرونسيز لا لا ما ركزت جاي في تونس جو تونسي جوست نرجع شوية الميكرو الفوق هكا احسن نجمو نسموك دونك نهار الجمعة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا على موزايك اف ام الالبوم عنقود زعرور سليم بن عمار وايضا معاك منظر الفلاح بيان سور في لاستيتيو فرونسي باش يكون في اليافتي كما قلنا 9:30 10 ابارتير من 9 ينجموا يجيو العمل 9 فوالا بلاش تدخل يجيو عملوا جو على الموسيقى اكتشفوا الالبوم 10 مورسوات البوم كونسير بيقعد ساعة تقريبا كما كنا نحكيو اللي تحقوا بنا توا باش تسمعني شويه مروان ملي ما سمعناهاش من بكري الالبوم باش يكون وقتاش للبوبليك بعد لا هون بريمير وقتاش باش يكون موجود على البلاتفورم كانت تعطيوني فكره خذيت القرار زين لو 12 القرار وانا حتى خذيت القرار لا لا ما عنديش برشا مي كونكريتيزينا ليدي بور لو 12 مي ونحبوا نخرجوا 12 مي شنو علاقتك بالداتا زي سيمون حمس وريتك والله ما عندي حتى اكيد قلت له برجوليه قال لي بعد رمضان خليها الكل
كان 12 ماي بعد رمضان مش كنا اول ابريل كل هاك اول ماي نهار جمعه كيكا 12 ماي هاك هاو هاك هاو بالمرتاح ما زيدنا نعطيه في رانديفو بعد ما شدوش كلمه اموال و 12 ماي نبداو مرتاحين كملنا حبيت نصدقكم ما يسالش والله الحقيقه هاك هاو جوست ماشي هو لا قلنا احنا الحقيقه قلنا من بعد رمضان في وسط رمضان ومن بعد قلنا في اخر رمضان ما نخلطوش ما نخلطوش نكملو دونك لو 12 ماي اون سرا رانديفو باش نخرجوا الالبوم مي بيتيتر كو نعملو كونسيرت اخرين قبل الالبوم هذا نجم يكون موجود في واحد من الفيستيفالات على الاخر نجم ما صبيتوش يظهر لي روتار شويه تحكي على المهرجانات الصيفيه اي احنا حابين نسبو جي ام سي عامل شي مرانا الا ما ها مراكم الا خدمت انا في جي ام سي دونك انا ساكي في جي ام سي بالحق ملي ان فيت تو ان فيت عندنا دو دات فما دات تاع الاف تي وعندنا لو 5 لو 3 ماي بلوتو باش نلعبوا في ايفينمون تبع لي بي اس لا بي اس اس ابري معناتها فما عندنا اون دات في جوان بروبابلمون في باريس اي ولا تغرين تاعنا نسول شده في سبتمبر اكتوبر خرق العاده خرق العاده كل التوفيق ميرسي بوكو عقود زعرور سليم بن عمار ميرسي بوكو عجبني الاسم على اوريجينال على الاخر منظر الفلاح ميرسي بوكو كنتوا وحدنا اليوم شكرا لكم تلقاو الفيديو كامل على باج موزايك فام على فيسبوك كان فاتتكم الغنايه اللي غنيوها اون ديريكت هوني تلقاوها على شانل يوتيوب موزايك فام